فيه تظلمات ل 38% من اللي تقدموا بهذه الطلبات الأهالي تم رفضها. يعني هل اطلعتم على أسباب الرفض؟ والله أنا سعيد جدا إن حضرتك عندك المعلومة دي. طبعا أنا عندي في خطابات رسمية موجهة من الدولة، وأنا بتابع مع المعنيين في الدولة بهذا الشأن، وعندنا النائب برضه بيتابع بهذا الشأن، النائب ناصر النوبة. لكن عايز أقول لسيادتك الموضوع مش بسهولة زي ما أنت متخيل، لأن 1902 و13 وجزء من سنة 1933 ما كانش في ساعتها لجان حصر. فأنت بتتكلم هنا إحنا على إيه؟ على عائلات معروفة جذورها. فعشان كده لازم يتدخل الكبار في كل قرية، اللي هم الأمد والمشايخ والقيادات الشعبية والطبيعية، هي اللي تقول إذا كان ده فعلا من هنا من القرية دي ولا لا، ده من دابود ولا مش من دابود، من أمبركاب ولا مش من أمبركاب، ليه حق ولا ملوش حق. إن هو لازم الكبار مع الدولة يتدخلوا عشان صاحب الحق يقدر يرجع له حقه. شكرا الموضوع جزيلا. على فكرة الموضوع طويل يطول شرحه، لكن احنا بنشكر الدولة على ان هي اهتمت وتعمل ده بعد 117 سنة. شكرا جزيلا استاذ مسعد هركي، رئيس المؤسسة المصرية النوبية.